أعزائي التلاميذ متتبعي قناتي التربوية لابو اس في تي، أهلا بكم في هذه الحصة حول مقطع الجراثيم وحدات المناعة، برنامج السنة الثالثة ثانوي إعدادي مسلك عادي. لتحميل الموارد الرقمية المستعملة في هذه الحصة زوروا الرابط الذي أنشره أسفل الفيديو في الوصف. أعزائي التلاميذ، تعرفون جيدا أنه ينصح بعدم شرب ماء الآبار والأنهار إلا بعد غليها أو إضافة قطرة من ماء جافيل إليها إذا اضطررنا إلى شربها. وتعرفون كذلك أنه عندما نهمل خبزا أو فاكهة أو غذاء في المطبخ لعدة أيام يتعفن وتظهر فوقه بقع من التعفنات. وتعرفون كذلك للحفاظ على الأغذية من التعفن يجب وضعها في الثلاجة أو تعليبها أو تعقيمها، كما ينصح باتخاذ إجراءات وقائية من الأمراض مثل النظافة. فما هو سبب هذه التعفنات ولماذا هذه الاحتياطات؟ ستجيبون ربما محيطنا يحتوي على الجراثيم. فما هي الجراثيم إذن؟ وما هي أصنافها؟ وما هي خصائصها؟ للتأكد من هذه الفرضية وللإجابة عن هذه التساؤلات ننجز الأنشطة التالية. أعزائي التلاميذ، في هذا النشاط الأول سنكتشف الجراثيم في الماء بواسطة هذه المناولة. لاحظوا هذه المناولة وأجبوا على الأسئلة التالية. صفوا مراحل هذه التجربة. لماذا استعملنا أعشابا يابسة في هذه التجربة؟ ماذا تستنتج من هذه المناولة؟ ستجيبون بدون شك. نضع أعشابا يابسة في إناء ونضيف إليها ماء ونترك هذا التحضير لعدة أيام. تتفسخ الأعشاب، إن هذا النقع يشبه ماء البرك والمستنقعات في الطبيعة. أعزائي التلاميذ، استعملنا أعشابا يابسة لكي تتفسخ في الماء وتوفر محلولا مغذيا للجراثيم. عندما نلاحظ قطرة من هذا النقع بواسطة المجهر نكتشف كائنات ومتعضية مجهرية حية متحركة بواسطة أهداب محركة. إنها كائنات وحيدة الخلية تسمى الباراميسيوم، وهي نوع من الجراثيم. إذن الجراثيم تعيش في النقائع التي تحتوي على مواد عضوية متفسخة تقتات عليها. أما المياه المعالجة التي توزع في شبكة توزيع الماء فهي مياه معالجة وصالحة للشرب ولا تحتوي على الجراثيم. والآن في هذا النشاط الثاني سنكتشف عن الجراثيم في الهواء. أعزائي التلاميذ، كما أسلفنا عندما نهمل غذاء تظهر فوقه بقعا من التعفنات. لنكتشف مصدر هذه البقع نقوم بالتجربة التالية. لاحظوا هذه التجربة وأجيبوا على الأسئلة التالية. صف هذه التجربة، ما هي نتيجتها، كيف تفسر هذه النتائج، وماذا تستنتج من هذه التجربة؟ ستجيبون بدون شك. نضع سائلا مقيتا ممزوجا بالجيلاتين ليتجمد بسرعة، يسمى وسط الزرع في علبة بيتري، وهو إناء يستعمل لإنجاز أوساط الزرع للكائنات المجهرية. ثم نعرض هذا الوسط للهواء، ثم نضع هذا التحضير في محمي حرارته 25 درجة لمدة 3 أيام. نخرج وسط الزرع من المحمي فنلاحظ ظهور بقع ذات ألوان وأشكال مختلفة فوق وسط الزرع، تشبه تلك البقع التي لاحظناها فوق الأغذية المتعفنة. وعندما نلاحظ هذه البقع بواسطة المجهر نكتشف أن كل بقعة تحتوي على ملايين من كائنات مجهرية من نفس النوع على شكل عصيات أو خيوط. إنها كائنات حية أو متعضية مجهرية أو جراثيم. أعزائي التلاميذ، كتفسير لظهور هذه البقع، عندما عرضنا وسط الزرع للهواء سقطت فيه من الهواء بيوض أو نبوت الجراثيم فتكاثرت في وسط الزرع الذي يوفر الظروف الملائمة لتكاثر الجراثيم، الغذاء وحرارة معتدلة، وكونت هذه البيوض بقعا كبيرة ملاحظة بالعين المجردة تسمى مستعمرة الجرثومية. أعزائي التلاميذ، نستنتج من هذه التجربة أن الهواء يحتوي على الجراثيم أو متعضيات مجهرية على شكل بيوض أو أبواغ أو نبوت. أعزائي التلاميذ، يعتبر العالم الفرنسي لويس باستور 1822-1895 هو مكتشف الجراثيم بواسطة تجارب وملاحظات أثبتت وجود الجراثيم في محيطنا. فلنكتشف الآن أصناف الجراثيم. أعزائي التلاميذ، لاحظوا هذا المورد الرقمي وأجبوا على الأسئلة التالية. ما هي أصناف الجراثيم حسب بنيتها؟ ستجيبون بدون شك. تصنف الجراثيم حسب بنيتها إلى الحيوانات الأولية، وهي كائنات مجهرية وحيدة الخلية ذات نواة ظاهرة تعيش متحركة في المياه مثل الباراميسيوم والأميبا والبلاسموديوم. البكتيريات، وهي كائنات وحيدة الخلية ليس لها نواة ظاهرة وهي ذات أشكال متنوعة على شكل عصيات أو مكورات أو لولبيات مثل عصيات الكزاز والمكورات الثنائية الرئوية ولولبية سيفيليس إلى غير ذلك.
الفطريات وهي نباتات على شكل خيوط مجهرية مثل فطر البينيسيليوم وعفن الخبز والأغذية ومثل الخميرات. الحومات وهي كائنات غير خلوية تعد من أصغر الجراثيم، لا تتكاثر إلا داخل خلايا حية وهي ممرضة مثل حمى الزكات. أعزائي التلاميذ، تصنف الجراثيم كذلك حسب علاقتها مع الإنسان إلى جراثيم نافعة وجراثيم ممرضة تسبب عدة أمراض. فيما يخص الجراثيم النافعة، هي جراثيم يستغلها الإنسان في عدة ميادين مثل الميدان الصيدلي والطبي لإنتاج مضادات حيوية مثل فطر البينيسيليوم الذي ينتج مضادا حيويا يسمى البينيسيلين. الميدان الغذائي، تستعمل الخميرات وهي كائنات مجهرية في تحضير الخبز والحلويات والمشروبات الكحولية والأجبان. الميدان الزراعي، تعيش في جذور قطنيات بكتيريا تسمى الريزوبيوم التي تحول أزوت الهواء إلى أملاح الأزوت التي تخصب التربة وتعوض بذلك استعمال الأسمدة الكيميائية. لهذا فإن الفلاحين يلجؤون إلى زرع القطنيات لتخصيب التربة بالتناوب مع الحبوب. هذا ما يعرف بالدورة الزراعية أو السماد الأخضر للاستغناء عن استعمال الأسمدة الكيميائية. الميدان البيئي، تستعمل بعض البكتيريات لتحليل مواد عضوية في محطات صفيات المياه العادمة. أعزائي التلاميذ، إن الجراثيم الممرضة هي جراثيم تسبب الأمراض عند دخولها إلى جسم الإنسان مثل حمى الزكام التي تسبب مرض الزكام، حمى السيدة التي تسبب داء السيدة، بكتيريات الكزاز التي تسبب داء الكزاز، بكتيريات السل التي تسبب داء السل، فطر القرع الذي يسبب تساقط الشعر. والآن في هذه الأنشطة سنكتشف ما هي الخصائص الممرضة وأسلحة الجراثيم التي تؤثر بها على جسم الإنسان وتسبب الأمراض. أعزائي التلاميذ، لاحظوا هذا المبيان وأجبوا على الأسئلة التالية: ما هي القياسات التي يلخصها هذا المبيان؟ ما معنى وسط زرع غير متجدد؟ وما هي الأوساط المتجددة؟ صيف تطور عدد البكتيريات في وسط زرع غير متجدد، كيف تفسر هذه التغيرات في أعداد البكتيريات؟ كيف تتكاثر البكتيريات إذن؟ أعزائي التلاميذ، ستجيبون بدون شك أن هذا المبيان يلخص تطور عدد البكتيريات بالملايين في وسط زرع غير متجدد حسب الزمن بالساعات. إن وسط الزرع هي علبة بيتري فيها وسط مغذي، أما الأوساط المتجددة فهي أجسام الكائنات الحية مثل جسم الإنسان. أعزائي التلاميذ، نلاحظ ارتفاع عدد البكتيريات بسرعة عندما يصل هذا العدد إلى أقصاه بعد حوالي 12 ساعة ينخفض هذا العدد. كتفسير لهذه التغيرات، في الظروف الملائمة أي توفر وسط مغذي وحرارة معتدلة فإن عدد البكتيريات يتضاعف بسرعة على رأس كل 20 دقيقة بواسطة الانقسام كما يظهر في هذا المورد الرقمي. وعندما ينفض الوسط المغذي ينخفض عدد البكتيريات لأنها تتحول إلى أبواب لكي تقاوم الظروف الغير ملائمة ولكي تنتشر في الطبيعة بواسطة الأبواب. هذه العملية تسمى التبوغ. والآن سنكتشف طرق أخرى لتكاثر الجراثيم. أعزائي التلاميذ، لاحظوا هذا المورد الرقمي وصفوا كيف تتكاثر الخميرات. ستجيبون بدون شك أن الخميرات تتكاثر بواسطة التبرعم وهي نمو برعم من الخلية الأم. هذا البرعم ينمو ثم ينفصل ليتبرعم بدوره براعم أخرى. أعزائي التلاميذ، لاحظوا هذا المورد الرقمي وصفوا كيف تتكاثر وتنتشر الفطريات. إن الفطريات تنتشر في الطبيعة بواسطة الأبواق. هذه العملية تسمى التبوغ. أعزائي التلاميذ، لاحظوا هذا المورد الرقمي وأجبوا على الأسئلة التالية: أسف، كيف تتكاثر الحومات؟ ستجيبون بدون شك أن الحومات تتسرب إلى خلايا حية ثم تتكاثر داخلها وتسبب في تعفنها وتحطمها وتحرير العديد من الحومات التي تهاجم خلايا أخرى. إن الحومات لا تتكاثر إلا داخل خلايا حية وتسمى بذلك طفيليات إلزامية. والآن أعزائي التلاميذ، لاحظوا هذه التجربة التي تكشف عن كيف تؤثر بكتيريات الكزاز على جسم الإنسان وأجب على الأسئلة التالية: صف هذه التجربة، كيف تفسر موت الفأرين في التجربتين؟ ماذا تستنتج من هذه التجربة إذن؟ ستجيبون بدون شك: نحقن سائلا يحتوي على بكتيريات الكزاز التي تسبب مرض الكزاز إلى فأر سالم، يموت هذا الفأر بسبب مرض الكزاز. نرشح هذا السائل فنحصل على رشاحة أو سائل لا يحتوي على بكتيريات الكزاز. نحقن هذه الرشاحة إلى فأر آخر، بعد عدة أيام يموت هذا الفأر بمرض الكزاز كذلك.
كتفسير لموت الفأر الثاني الذي لم يحقن بعصيات الكزاز، لأن السائل الذي حقن به يحتوي على جزيئات سامة تسمى السمين التي أفرزتها بكتيريات الكزاز. إن بكتيريات الكزاز وجراثيم أخرى تمرض بواسطة إفراز السمين وهو سلاحها. أعزائي التلاميذ، إن بكتيريات الكزاز توجد في التربة على شكل أبواغ، وهي جراثيم لا هوائية أي لا تحيا في الأوساط التي تحتوي على ثنائي الأكسجين. تتسرب داخل جسم الإنسان إثر جرح بواسطة أداة معدنية صدئة ملوثة بهذه الأبواغ. تتكاثر هذه البكتيريات في الجزء العميق من الجرح ولا تنتشر في الدم لأنها جراثيم لا هوائية والدم يحتوي على ثنائي الأكسجين، لكنها تؤثر من بعيد من موقعها على الجهاز العصبي والجهاز العضلي بواسطة إفراز السمين الذي ينقل بواسطة الدم، فيؤدي إلى اضطرابات عصبية واضطرابات عضلية كما يظهر هذا المورد الرقمي. أعزائي التلاميذ، والآن لاحظوا هذه التجربة التي تكشف عن سلاح المكورات الثنائية الرئوية، وهي بكتيريات مسؤولة عن مرض التهاب الرئة. وأجب على الأسئلة التالية: ما هي الأشكال التي تتواجد عليها المكورات الثنائية الرئوية؟ الصف هذه التجربة، كيف تفسر هذه النتائج؟ ماذا تستنتج من هذه التجربة إذن؟ ستجيبون بدون شك أن المكورات الثنائية الرئوية تتواجد على شكلين مختلفين، شكل يتوفر على عليبة وشكل آخر بدون عليبة، والعليبة هو غشاء إضافي يحيط ببعض البكتيريات. كوصف لهذه التجربة، نحقن المكورات الثنائية الرئوية بدون عليبة للفأر الأول. نلاحظ عدم إصابة هذا المرض بالتهاب الرئة، ويبقى هذا الفأر سليما. نحقن المكورات الثنائية الرئوية ذات عليبة للفأر الثاني. نلاحظ موت هذا الفأر بسبب مرض التهاب الرئة، لأن المكورات الثنائية الرئوية تمرض وتؤثر على الجسم بواسطة العليبة. إذن كاستنتاج، بعض البكتيريات سلاحها وتمرض بواسطة توفرها على عليبة. والآن سنكتشف خطورة أخرى عند الجراثيم. أعزائي التلاميذ، تعرفون أن مرض الزكام يلقح ضده كل سنة، لأن حمى الزكام تتطور بسرعة ولا يجدي معها التلقيح لمدى الحياة، لأن بعض الجراثيم تتطور بسرعة وتصبح مقاومة للمضادات الحيوية ولا تجدي معها اللقاحات. هذا ما يعرف بالتطور السريع. أعزائي التلاميذ، كخلاصة عامة، الجراثيم هي كائنات مجهرية تصنف إلى 4 أصناف، وهي الحيوانات الأولية والبكتيريات والفطريات المجهرية والحمات، وتصنف كذلك حسب أهميتها وخطورتها إلى: جراثيم نافعة يستغلها الإنسان في عدة ميادين، جراثيم ممرضة تسبب الأمراض عندما تتسرب داخل جسم الإنسان. أعزائي التلاميذ، إلى هنا تنتهي هذه الحصة. في الحصة المقبلة سنكتشف كيف يقاوم ويتصدى الجسم للجراثيم. أدعوكم للمشاركة في قناتي، كما أنتظر تعليقاتكم لتحسين هذه الإنتاجات التربوية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.